السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في قناه عالم مشاريع. دائما كنحاول نشارك معكم افكار ومشاريع اللي تعود عليكم بالنفع. ما تكونش خدام مع الناس وتعيشوا الحريه الماليه، لما لا؟ فاذا عجبكم فيديو الاخوان خلونا لايك لهذا الفيديو، هذا تشجيع لنا غير باش نستمروا في المزيد ان شاء الله. احنا ان شاء الله الاخوان في حمله باش نوصلوا 300 الف مشترك، الحمد لله بفضل الله وفضلكم وصلنا تقريبا 230 الف مشترك، وحنا ان شاء الله ما بقى لنا والو، نوصلوا 300 الف مشترك لما لا الاخوان. فالعائله مشاريع كتكبر وباقي ان شاء الله مستمر معكم. اذا الاخوان بلا ما نطول لكم، اليوم غادي تشوفوا معايا الصراحه اله رائعه جدا ومربحه، والصراحه خطيره من واحد في واحد سبيد خيالي الاخوان. هاد الاله هذه كتسمى الاخوان ديال ريزو، يعني الصراحه ريزو اس او 9380. هذا الريزو اس او 9380 خطيره، في واحد سبيد واعره الاخوان، خصوصا بالنسبه للناس اللي كيخدموا يعني في المكتبات وكذلك في المطابع، يعني الناس اللي كيخدموا الكونتيتي كبيره، واحد الكميه الكبيره. هاد الاله ديال الاخوان الثمن ديالها يعني كيوصل تقريبا 10000 دولار، اي 10 المليون، ولكن الاخوان المردود ديالها كبير 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 بزاف الاخوان. فيها حتى البلاستيفيكاسيون كتخدم بكولور، وفيها سبيد لواحد الدرجه. المهم ما غاديش نوصفكم الاخوان، نتوما غادي تشوفوا معايا وتحكموا كما كذلك بالكم يعني في مقدمه ديال الفيديو. الا صراحه اوتوماتيكيه الاخوان، وعندها الجراماج كتضرب حتى، المهم في الكاركتيرستيك ديالها الاخوان الجراماج كتضرب حتى الكرتون الغليظ، وكذلك الاخوان يعني بالنسبه ل 8 غرام كدوزو يعني بسرعه لواحد الدرجه ما كتصورش الاخوان. فهاد الاله ديال الاخوان هذه صراحه داروها الناس اللي كيخدموا الكميه، اما بالنسبه للناس اللي كيخدموا داك الشيء صغير وكميه قليله فيعني يحتاجوا غير الات صغيره. اما هاد الاله هذه راه الناس اللي جات في واحد الموقع وكتخدم الكتب الى غير ذلك، الصراحه واعره بزاف وفيها واحد سبيد خيالي. هاد الاله ديال الاخوان موجوده يعني سور كوموند، يعني كطلبها وكتجيك الاخوان كما كتشوفوا كتجي في الكرتونه، واخا صغيره راه الحينه كبار، هذه راه زايده على الكونيكا اللي كندير لكم دائما في الفيديوهات ديالي. هاد الاله ديال الاخوان كيجي فيها سيلان، وكيجي فيها رولو ديال البلاستيك، كيجي فيها لي كارتوش، داكشي يا سلام الاخوان. ف كما كتشوفوا الاخوان كتبان لكم في الفيديو، النتيجه ديالها رهيبه الاخوان، وحتى الاسباس ما كديش واحد الاسباس كبير، وعندها طاكتيل ديالها يعني كتخدم حتى ريزو، ممكن تخدمها غير بالريزو، تقدر يعني تادابتيها غير بالريزو، ماشي ضروري الكاب الى غير ذلك، وكدي حتى البور ان في الى غير ذلك. ولكن الاخوان بصراحه كما كتشوفوا اله يعني في متناول اي واحد يقدر يبدا بها، الناس اللي يعني عندهم واحد راس المال، وكذلك الناس اللي ديجا افونسي في الدومين، يعني مثلا عندهم واحد الكليان، عندهم واحد الفائض اللي يقدروا يعني يبداو بهذه الاله المربحه اللي اسمها ريزو اس او 9380 او 9380 ديجيتال. هذه الاخوان هذه الديجيتال هذه الصراحه خطيره الاخوان. فكما كتشوفوا حتى هي بحالها بحال الكونيكا في السيستم ديالها، كديماريها غير يعني غير امبريمي عادي، وكذلك عندها حتى الباس كوبي. الباس كوبي هو الباي باس اللي كيخرج منه الكارتون الغليظ، وكذلك الكميه الكبيره. لافونتاج كذلك ديال هذه الاله هذه عندها الباي باس كيهوز تقريبا حتى 600 ورقه، تبارك الله كيجي غليظ غليظ بزاف الباي باس ديالها، وكذلك سريع. هذه الاله ديال الاخوان قليله في المغرب بزاف، ولكن في العالم العربي والشرق الاوسط يعني موجوده، بحال مثلا في قطر، الامارات، وحتى مصر موجوده فيها الاخوان، الا ان هاد الالات هادو ما معروفينش. الملاحظه الاخوان، الالات اللي كنشرح لكم يعني في القناه ديالي راه كما كنقولوا كل بلاصه وباش معروفه، بحال مثلا حنا في المغرب بصفه عامه الحاجه اللي كتدخل يعني في لي زامبريمونت كتدخل الابسون وكتدخل الكونيكا والكانون، هادو هما اللي ضالعين بزاف في المغرب. اما في الدول الاخرى كتجبر ريكو، كتجبر ديك ميتشيبيتشي، كتجبر بزاف ديال لي زامبريمونت اللي ما كيكونوش في المغرب. علاش حنا الاخوان كندخلوا الكونيكا وكندخلوا الابسون وكندخلوا هادو الاخوان موجودين بكثره في المغرب، فحينما كيكونوا موجودين الالات حتى البياس دو روشونج والكونسومابل كيكون موجود، يعني كما كتعرفوا كل ما كانت الاله يعني موجوده في واحد الدوله كيكونوا حتى القطع الغيار ديالها موجوده، تفهمنا؟
اما الا جبنا واحد الاله اللي قليله قليله هنا مثلا في البلد غادي تلقى اشكال ديال قطع الغيار, يعني فاش تخسر لك واحد البياسه راه ما غاديش تلقاها, فهمنا عليها. دابا هاد الالات بحال هادو واخا فيهم سبيد واخا واعرين واخا واخا الى غير ذلك, زايدين حتى على البرايس الكبار, ولكن ما كيدخلوش المغرب بزاف, حتى الا دخلوا غادي تلقى كميات قليله, الناس اللي كيبغيو يشريوها كيجبروها قليله, ما كيزعموش يدخلوا عليها لان غادي يلقاو اشكال ديال قطع الغيار, يعني فاش تخسر داك البياسه صعيب انك تجيب واحد البياس ديال روشونج, فهمناني اخوان. اما هي بصفه عامه الناس الحمد لله حنا الافونتاج ديال القناه ديالنا ما كيتبعوناش غير الناس اللي كاينين في المغرب, ما كيتبعوناش غير الناس اللي كاينين في الدول العربيه, يعني في الاحصائيات ديال الاناليتيك ديال لاشين الحمد لله كيتبعونا الاشخاص من جميع انحاء العالم, الناس في امريكان في فرنسا اسبانيا الى غير ذلك. فهاد الفيديو هذا يعني شامل اي واحد يقدر يستفد منه, وكذلك الكاركتيرستيك ديال هاد الاله دي مربحه وخطيره جدا يا الاخوان. فبالنسبه يعني طريقه الاستعمال ديالها او المده ديال التكوين ديالها, الصراحه الا ماشي شي الا صعيبه او معقده في الاستعمال ديالها, يكفي انك مثلا دوز واحد فورماسيون ديال التكنيسيان اللي كيجي انطالي لك واحد مثلا واحد ساعد المكانة, ولكن خاص تكون عندك علاقه بالدومين. اما الناس اللي مثلا بعاد على الدومين يعني على هذا المجال غادي يلقاو صعوبه في هاد الاله دي. اما بالنسبه للناس اللي خدامين في هذا المجال راه غادي يشرح لهم واحد نص ساعه وغادي يفهم بالصحه والراحه الماكينه الجديده الاخوان. ف القناه ديالنا الاخوان كنحاولوا نجيب لكم الات صغيره ومتوسطه وكبيره, لان بزاف الاشخاص راه باديين وباغين يديفلوبيو المشروع ديالهم, وكاين اشخاص اللي باقي ما بداوش, يعني كنساعدهم انهم عاود يشوفوا الات اللي كتكون الاخوان مشى في يعني المتناول ديالهم. اذا الاخوان نتمنى يكون عجبكم الفيديو, نتمنى نكون ما طولتش عليكم, نتمنى نكون كنت خفيف على قلوبكم. فالحمد لله اكثر من 350 فيديو عندي في القناه كلها حول العالم المشاريع والصغيره والكبيره والمتوسطه الاخوان. فنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا, نتمنى نكون كنت خفيف على قلوبكم على قلوبكم. باقي ان شاء الله الخير الخير من قدام. كان معكم هشام الدمج مصمم اشهاري وكذلك متخصص في عالم الطباعه والاشهار بصفة عامة, وكذلك في استشارة جميع المواد الطباعة إلى غير ذلك. إذا إخوان نراكم بروك, سلام.